هو الكالكيل فيكتوريال. اول حاجه كيفاش ندير السامبل فيكتور، اخر حاجه اخوتي عندي كيفاش نبين انه دو ديالي هذوك العادو كما كنديروا في كاع الفيديوهات اخوتي ديال الرياضيات. غادي خص الشامل الدرس كامل سواء التمرين الاول فيه السامبل اللي عندنا اخوتي في السلسله. التمرين اخوتي كالعاده اخوتي غنسبق هذا هو الاول. ها اخوتي غيبان لكم الاهميه ديال هذا ديال باراليلوغرام على ريغولاسيون دو شارج كتساوي 3 على 4 مع 3 على 4 كتبان ليا كاين فيهم. ما كنسميوش التلميذ ذكي، نسميو التلميذ مجتهد. يا شتي واحد التوازي مثلا غتلقاو تحت في لا ديسكريبسيون زوين هذا الملخص مع هذه السلسله اللي صحابي زائد 3 على 2 اخوتي هنا كنلعب فرد مزيان وتفهم دوك التمارين مزيان غتجيب عاوتاني ديك السانكيام. هذا راه هو لا باز. تبداو من السانكيام دير واحد الخطه لواحد المدرسه ولا واحد الخدير على وجه والديك راه كيتسناوك انك تحقق شي حاجه في الحياه. السلام خوتي ادريس دوت كوم. فيديو ان شاء الله الفيديو ديالنا ان شاء الله مع الدرس رقم 4 من الدروس ديال الرياضيات ديال ترون كوما اللي هو الكالكيل فيكتوريال. الحساب المتجه اخوتي هو درس ايمان بازي بزاف على داكشي اللي قريناه في الكوليج، وراه تقريبا نفس دوك المعلومات اللي قريناها في الكوليج زائد واحد المعلومات بساط اضافيه اللي زايدين على الدرس ديالنا. اغلب المعلومات اخوتي اللي غنلقاو في هذا الدرس هذا ديال اليوم هو معلومات اخوتي ديجا حنا كما قلت لكم ديجا قريناها في السنوات الماضيه. الدرس بسيط وسهل ومن اسهل دروس الرياضيات ديال هذه السنه بفقط 4 ديال الفقرات. 4 ديال الفقرات كما قلت لكم اخوتي كلهم تقريبا قريناهم في السنوات الماضية. هاد الفقرات بربعه اخوتي كما قلنا مرتبطين بالفيكتور اللي هو اول حاجه كيفاش نديرو السامبليفيكاسيون لي فيكتور، نهضروا على الباراليلوغرام المتوازي الاضلاع بالنسبه لي فيكتور، ثالث حاجه اخوتي كيفاش نتخاصيو واحد البوان باستعمال لي فيكتور، اخر حاجه اخوتي عندي كيفاش نبين انه دو ديال لي فيكتور انهم كولينيير او انه جوج ديال لي فيكتور راهم متوازيين. كل فقره اخوتي من هذوك العادو كما كنديرو في كاع الفيديوهات اخوتي ديال الرياضيات غادي خصو لي اخوتي تمرين ديالها خاص بها ديطايو فيه ديك الفقره مزيان. ثلاثه ديال التمارين تقريبا شامله للدرس كامل سواء التمرين الاول فيه السامبليفيكاسيون اولا التمرين الثاني اللي دار على الباراليلوغرام او المتوازي الاضلاع والتمرين الاخير اخوتي اللي عندي فيه القضيه ديال التخصص ديال لي فيكتور كيفاش نبين انه واحد جوج ديال لي فيكتور انهم كولينيير. كما قلت لكم اخوتي الدرس راه سهل بزاف وراه بازي بزاف كما قلنا اخوتي غير على داكشي اللي قرانا في السنوات الماضيه، وغنحاولوا نديطايو اخوتي مزيان كلمه ديما وكل فقره نخصوا لها التمارين ديالها. نبداو على مولانا اخوتي مع الفقره الاولى اللي هي اللي قلنا اللي هي الفقره اخوتي الخاصه بالسامبليفيكاسيون او التبسيط ديال لي فيكتور. الفقره اخوتي ديال السامبليفيكاسيون كما قلنا راه ديجا قريناها في السنوات الماضيه. نبداو اخوتي على مولانا مع السامبليفيكاسيون مع اول حاجه اخوتي واللي هي غولاسيون دو شارل او علاقه شارل. وهاد علاقة شال اخوتي كنا قريناها السنة الماضية اللي كتكون خاصة فقط بلي فيكتور. تقول لي اخوتي علاقة شال انه لا عندي واحد المجموع ديال واحد المتجهة ا بي مع متجهة بي سي راه كيساوي لي التوتال ديالهم ا سي. علاقة شال كتقول لي بكل بساطة الا عندك مثلا واحد المتجهة ا بي زائد مثلا واحد المتجهة اخوتي بي سي راه كأنني كنختزل هاد بي هذا مع هاد بي هذا وكتبقى لي فقط المتجهة ا سي. وهنا اخوتي راه ممكن نخدم بشال مباشرة ولا بشال العكسية. هنا غتبقى لنا كما قلنا ا سي. يعني ممكن انا عاوتاني تكون عندي واحد فيكتور مثلا كيما كان ونبغي انا ندخل ليها شي نقطة معينة مثلا باغي ندخل مثلا او راه غنرد فقط على شكل ا او زائد او سي. الا عندي اخوتي كيما قلنا مثلا واحد المتجه مثلا هكا ا بي فممكن نمشي انا من النقطه ا النقطه بي ديريكتومون ممكن انني نفصل بيناتهم بواحد النقطه اخرى مثلا نجيد مثلا واحد النقطه مثلا سي هنايا وندير ديك الساعه انه ا بي عوض نمشي من ا بي ليشان غندوز مثلا ا سي غندير المسافه سي بي. هذه اخوتي هي لا غولاسيون دو شارل العلاقه الخاصه فقط بالمتجهات نخدموا بها اخوتي بزاف في الدرس ديالنا. العلاقه الثانيه اخوتي كتهضر لي على كيفاش كندير الانفيرس ديال واحد فيكتور. الا عندي مثلا واحد المتجه عاوتاني مثلا ا بي مثلا بغيت ندير لها انا الانفيرس ديالها بغيت نقلبها بغيت مثلا انا ا بي ردها مثلا بي ا من حقي اي متجهه انني نقلبها مثلا ا بي نقلبها ردها بي سي غادي نرد اخوتي بي ا مثلا ا بي ردها بي ا بشرط انني نزيد ليها هنا واحد الناقص. عاوتاني ممكن نعقل عاوتاني على هذه انه الناقص الا دخلت لاي فيكتور راه كتقلبها مثلا الا دخلت الناقص مثلا على او اف راه فحال غادي تقلب الفيكتور وتولي مثلا سميتها اف او اولا كيما قلنا الا بغيت مثلا نقلب هذا اف او من حقي نقلبها هو خصني ندخل اخوتي واحد الناقص. العلاقه الثالثه اخوتي هي الفيكتور نيل انه ملي تنقولوا مثلا ا ولا بي بي ولا سي سي هذيك كنسميوها فيكتور نيل تكون ديما كتساوي فيكتور زيرو. واخر حاجه اخوتي وهي الميليو ديال واحد السيغمون فاش كنهضروا على الوسط ديال واحد القطعه معينه. الا عندك مثلا واحد الفيكتور مثلا اخوتي واحد الفيكتور مثلا ا بي راه الا جيت ودرت هنا واحد المتجهه او واحد النقطه وسط من هذا السيغمون هذا ا بي نسميوها مثلا اي فراه كتولي عندي بكل بساطه مادام اي اخوتي منتصف الفيكتور ا بي ولا منتصف السيغمون ا بي راه المتجهه اي تساوي المتجهه اي بي حيت ولات عندي المسافه كتساوي المسافه. اذا هذا اوتوماتيك واش كيعطيني كيعطيني انه الاي راه كيساوي الاي بي عاوتاني البي اي كيساوي الاي اخوتي. واهم حاجه هو انني الا جمعت الفيكتور عاوتاني اي ا الا مشيت هنا الفيكتور اي ا مع الفيكتور اي بي راه كيساوي لي التوتال ديالهم زيرو. كي عندنا اخوتي بالنسبه للقضيه ديال الميليو هاد العلاقات اخوتي بثلاثه كنحتاجهم فقط في حاجه واحده وهي السامبليفيكاسيون. التمرين ديال السامبليفيكاسيون كيكون بزاف الفروض هادشي اللي غتبقاو تلاحظوا اخوتي ديما في الفروض تقريبا اي فرد كتلقى فيه واحد التمرين ديال السامبليفيكاسيون اولا ديال التبسيط راه من اسهل ما يكون. ناخذ اخوتي على مولانا التمرين الاولاني ديالنا اللي عندنا اخوتي في السلسله. التمرين اخوتي كالعاده راه غتلقاو تحت في اليان ديال الديسكريبسيون او غيبان نيت قدامكم في الشاشه. حاول دير محاوله مع التمرين اتبع التصحيح ديالو. كما قلنا اخوتي راه التمارين ديال السامبليفيكاسيون راه بازي بزاف فقط على لا غولاسيون دو شارل. نبداو على مولانا اخوتي مع التمرين ديالنا على مولانا.
خوتي نبداو الاول. انا مع اول تمرين عند نفس السلسله ديالك المشوا خوتي نيت قدامكم في الشاشه. عطيني جوج ديال التعابير، عطيني التعبير اي والتعبير في. طلب مني انني بالتعبير الاولاني والتعبير الثاني. بيان سي اخوتي كما قلنا غير يعتمد فقط على هاد لي غولاسيون ديال السامبليفيكاسيون اللي درناه هنايا. ثلاثه ديال لي غولاسيون الاولانيين هما اللي كنستعملهم انا ديما في السامبليفيكاسيون، في التمرين ديال السامبليفيكاسيون ان شاء الله نهار الفرد. بدا انا اخوتي مع الغولاسيون الاولانيه اللي هي غولاسيون دو شارل. ما قال لي اخوتي علاقه شارل الا كان شي متجه كتسالي بالبي وبدات لي مثلا مجموعه ديالها واحد المتجه كتبدا بي، راه كانني كنختزل بي مع بي وكتبقى عندي المتجه اس. ثاني علاقه اخوتي قلنا العلاقه ديال الانفيرس، الا عندي مثلا ا بي راه ممكن تولي ناقص بي ا، الا عندي ناقص حدا شي متجهه فبحال كتدخل ناقص على المتجهه وكتقلبها، الا بقات عندي واحد المتجهه ا ولا بي بي ولا سي سي ديما اخوتي راه كيساوي ليا الحساب ديالها زيرو. دابا نبداو اخوتي مع الاولانيه اللي هي المتجهه اي. غادي نكتب اخوتي اي ونحاول ندير لها سامبليفيكاسيون ديالها. اذا نبداو اخوتي على مولانا. كما كيبان لي اول حاجه اخوتي انا غنسبق هما هاد الناقصات هادو غادي ندخلهم على المتجهات ديالهم. يعني مثلا عندي هنا ناقص ا سي، انا غندخل ناقص المتجهه. كما قلنا اخوتي بالنسبه للمتجهات ملي كتدخل عليها ناقص راه كتقلب المتجهه ديالها. هنا مثلا اخوتي عندي انا ناقص ا سي، الا دخلت ناقص على ا سي غتقلب غتولي هي سي ا. اذا غيولي عندي اخوتي الحساب هو كالتالي، غتولي لي هنا عندي بي سي، ها هي بي سي، وهنا غتولي زائد اذا الناقص دخلت على شنو غيوقع اخوتي غتقلب غتولي عندي متجهه سي ا. كذلك بالنسبه للمتجهه اللي حداها غندخل عليها ناقص غادا تقلب تولي لي المتجهه ا بي زائد عاوتاني اخيرا المتجهه ا بي. من بعد اخوتي غادي ندوز لا غولاسيون دو شارل. مثلا عندي هنا مثلا بي سي زائد سي ا. شوف لي شي واحد يبدا بالسي ا هو غحده. اذا فحال كنختزل هاد السي هذا مع هاد السي هذا وكتبقى عندي تما كاين المتجهه فقط بي ا زائد المتجهه ا بي زائد اخوتي المتجهه ا بي مره اخرى. نشوف عاوتاني عندي هنا عاوتاني لا غولاسيون عاوتاني دو شارل مره اخرى، كتسالي عاوتاني ب ا وكتبدا عاوتاني ب ا. اذا فحال كنختزل ا مع ال ا وكتبقى عندي المتجهه في هذه الحاله بي بي زائد متجهه ا بي. كما قلنا اخوتي الا عندك متجهه ا ولا بي بي ولا سي سي ولا دي دي راه ديما كيساوي الحساب ديالهم زيرو. اذا هنا في الاخر تبقى عندي فقط المتجهه ا بي، حيت قلنا اخوتي هذه المتجهه بي بي ولا سي سي ولا دي دي راه ديما كيساوي ليا صفر. هذه المره اخوتي دابا المتجهه الثانيه واللي هي المتجهه في، شفت هي التبسيط ديالها كي غيجيني. كما قلنا اخوتي بالنسبه لهذه المتجهه الثانيه اللي هي المتجهه في، فهاد الحاله كنسبق ديما دوك هما اللي ناقص. بالنسبه ليا المتجهه كامله ما فيهاش ناقص، لان انا ما احتاجش ديك الحاله ديال الناقص. دابا غادي نخدم فقط بلا غولاسيون دو شارل اللي كتقول لي الا كيسالي ببي خصني نقلب على شي واحد حداه يبدا بالبي. مثلا اخوتي فهاد الحاله عندي هذا باش كيسالي، كيسالي ب ا، خصني نشوف حدا شي واحد كيبدا بال ا. كاين هذا كيبدا بال ا وكاين عاوتاني هذا كيبدا بال ا، ماشي مشكل. يعني هذا حدا من غنجيبو، غنجيب واحد هذا باش نحسبو مع بعضياتو. عاوتاني هذا باش كيسالي، كيسالي مثلا بالاف، هذا اللي كيسالي ليا بالاف غنجيب واحد شي واحد كيبدا بالاف، ها هو هذا كيبدا بالاف. باش نقدر اخوتي ندير لهم التبسيط جوجهم في دقه. اذا غادي نجيب هذا بدا هذا، انا غنجيبهم اخوتي حدا بعضياتهم، هي بي او زائد او اف. عاوتاني هذا اخوتي كيسالي بالاف، ها هو دي اف، غنجيب وحده هذا كيبدا بالاف زائد اف. اذا استعملت اخوتي هذا واستعملت هذا واستعملت هذا واستعملت هذا، هي في الاخر شنو؟ الاب بي زائد او دي. انا كتبوا زائد اب بي زائد او دي. نكمل اخوتي التبسيط ديالو نشوف شنو غيوقع ليا. هنا كالعاده اخوتي كنختزل المول او مع مول او، كيسالي بالاو كيبدا ليا بالاو، شنو غتبقى لي تما كاين اخوتي في الاخر بي اف. هنا عاوتاني نختز هذا الاف هذا مع هذا الاف هذا، شنو غتبقى لي تما اخوتي؟ تبقى لي تما كاين فقط دي ا. عاوتاني غنشوف اخوتي هنا زائد ا بي زائد او دي، انا زائد ا بي زائد او دي. هذا اخوتي باش كيسالي هذا هنا كيسالي بالا، وهذا اللي حداه كيبدا بالا، يعني ممكن نحسب هذا مع هذا. عاوتاني شنو هذا؟ عاوتاني كيسالي بالاف، ما عنديش هنا شي واحد كيسالي بالاف، ولكن هذا مثلا كيسالي بالدي، ممكن نجيبو عاوتاني حدا هذا كيبدا بالدي. من بعد الاختيار ديالك اللي درتي اخوتي راه مزيان. انا غنتم فقط غادي بالترتيب، يعني نحسب فقط هاد الجوج هادو، يعني غنخلي هادي بي اف، ها هي اخوتي بي اف زائد، ونخلي هذيك من لي او دي، ها هي او دي. غنحسب فقط هذا مع هذا، غادي نختزل اخوتي هنا الا مع الا با لا غولاسيون عاوتاني دو شارل، غتبقى لي هنا في الاخر دي بي. مشي عاوتاني اخوتي هذا باش كيسالي، هذا قلنا كيسالي بالبي وهذا راه كيبدا بالبي. اذا نجيب هذا اللي كيسالي بالدي هو الاول، بالبي هو الاول، ها هي دي بي زائد شكون زائد بي اف عاد زائد شكون اخوتي زائد في الاخر او دي. بدا اخوتي في الحساب نختزل كالعاده هنا اخوتي هاد بي هذا هاد بي هذا، وغتبقى عندي تما كاينه في الاخير دي اف زائد او دي. عاوتاني هذا اخوتي باش كيسالي بالاف ما كاينش هذا كاع ما كيبدا بالاف، ولكن شوف اخوتي هذا راه كيسالي بالدي، هذا هنا باش كيبدا بالدي. اذا شنو غندير اخوتي؟ غنسبق هذا هو الاول، ها هو ها هي او دي زائد هذا الثاني هذا دي اف. ندير اخوتي عاوتاني لا غولاسيون دو شارلز، مشات دي عاوتاني مع الدي، بقات عندي في الاخير اخر متجهه هي المتجهه اخوتي. راه في المراحل راه ماشي كنا كنتبعوا نفس المراحل، ولا واحد دابا غيختار انه يسبق كلمة اللي يختار يسبق هذا مع هذا، اللي يختار مثلا يسبق هذا الاف مثلا مع هذا الاف، ماشي كل شنو غيسبق. المهم انا اللي بغيتك تعقل عليه الهدف ديالي من التمرين باش يكونوا عندكم الناقصات، اول مرحله تسبق هو تخلص من الناقصات. ملي كنتخلص من ناقص كتقلب ليا المتجهه، ملي كنتخلص من دوك الناقصات كنولي نقلب. الا كتسالي ب ا خصني نقلب انا على شي متجهه كتبدا بال ا، واخا ما يكونوش مرتبين مزيان. بحال دابا هنا اخوتي عندي دي اف وهنا عندي او دي، ملي كتسالي بالدي ها هي وهذه كتبدا بالدي. سبقت هذه هي الاولى عاد تبعت ليها هذه. انا عندي مثلا 7 زائد 2 راه هي 2 زائد 7، سواء سبق 7 هي الاولى سواء سبق 2 هي الاولى. دابا غنمر اخوتي الفقره الثانيه في الدرس ديالنا اللي هي الباراليلوغرام او متوازي الاضلاع، لي غولاسيون ديالهم كنديروا ليه حتى هو واحد التمرين ديالو حتى هو شامل. بالنسبه اخوتي الباراليلوغرام بصفه عامه، الا عندي اخوتي مثلا واحد الباراليلوغرام مثلا ا بي سي دي، مثلا ناخذ مثلا ا بي سي دي، واحد الباراليلوغرام
فراه عندي حاجه وحده. الا عندي مثلا واحد متوازي الاضلاع مثلا على هذا الشكل هذا مثلا ا بي سي، اول حاجه بغيتنا اخوتي نعقلوا عليها وهي هذه. الا عندك ا بي سي دي باراليلوغرام، نبداو بعدا بالمتجهات اللي كتقايس. عندي المتجهه ا بي تساوي المتجهه دي سي، راه المتجهه ا بي هذه اول حاجه كما قلنا المتجهه ا بي اخوتي راه كتساوي المتجهه دي سي. ثاني حاجه اخوتي من غير ان المتجهه ا بي كتساوي المتجهه دي سي، او ثاني المتجهه ا دي كتساوي المتجهه بي سي، يعني اي متجهتين متقابلتين هم متقايستان. عاوتاني ممكن نقول عاوتاني دي ا راه كتساوي سي بي، مثلا سي دي راه كتساوي بي. هذه اول حاجه ضروري نعقل عليها اخوتي بالنسبه للباراليلوغرام. ثاني حاجه وهذه مهمه بزاف، ملي تيكون عندك باراليلوغرام راه تيكون المجموع ديال ا بي مع ا دي راه كيساوي هذا الاسي اللي وسط منهم. الا جيت جمعت ا بي مع المتجه اللي حداه اللي هي ا دي، الا جمعنا اخوتي ا بي زائد ا دي راه كيعطينا اخوتي هنا الاسي. نعطيك واحد المثال، الا عندك مثلا في حال هذه الحاله هذه تقدر تجبد انت المتوازي الاضلاع من هذه لاغولاسيون هذه. شوفوا مثلا اخوتي الا عندي في حال هذه مثلا اخوتي او اف زائد مثلا او جي ولا او اش مثلا كتساوي مثلا او جي، هنا قدر من هذه المتجهه هذه تجبد شنو هو المتوازي الاضلاع اللي عندك. لاحظت شنو كنديروا ديما، درا متوازي الاضلاع ا بي سي دي، لاحظ راه كنبداو بالاول الثاني الاخر الرابع، الاول الثاني الاخر الرابع. ملي كتكون عندي مثلا ا بي زائد ا دي كتساوي ا سي، اذا راه ا بي سي دي متوازي الاضلاع. دابا هنا عاوتاني شنو قلنا، الاول الثاني الاخر الرابع، الاول الثاني الاخر الرابع، اذا راه شنو هو المتوازي الاضلاع في هذه الحاله؟ او اف جي اش راه باراليلوغرام، يعني فين ما يعطيني مجموع ديال جوج متجهات كيساوي شي متجهه اخرى كانني كنرسم متوازي الاضلاع. اذا هنا كما قلنا او اف جي اش راه باراليلوغرام. هادو هما لي غولاسيون اخوتي ديال باراليلوغرام. اول حاجه نعقل عليها انه كل متجهتين متقابلتين راهما متقايستين. ثاني حاجه الا جمعت المتجهه الاولى مع المتجهه الثانيه كيعطيني هذه المتجهه اللي وسط منهم. هنا اخوتي خصكم فقط تمرين واحد شامل شي حاجه سميتها باراليلوغرام، تمرين زوين ماشي غير بخصوص باراليلوغرام، انما غنهضروا فيه على التراساج ديال لي فيكتور. هنا اخوتي غيبان لكم الاهميه ديال هذا التمرين هذا الثاني، هذا التمرين الثاني هذا تمرين بازي مزيان على الطريقه ديال كيفاش انكم تتعاملوا مع الباراليلوغرام كاع الحالات اللي فيه، حيت جامع لي الحالات ديال باراليلوغرام على ريغولاسيون دو شارج والسامبليفيكاسيون والرسم الى غير ذلك. يعني كاع داكشي حنا اللي نحتاجو اخوتي في الرسم ديالنا وكاع داكشي اللي نحتاجو في الدرس ديالنا غادي نلقاو في التمرين الثاني. تقريبا اهم تمرين ممكن تخدمو قبل الفرض ديالك، غي بازيك مزيان الفرض ديالك وغتفهم فيه مزيان الفرض ديالك. كالعاده اخوتي التمارين غتلقاهم تحت في اليان ديال الديسكريبسيون، هو دابا نيت غيبان قدامكم في الشاشه، ولكن قبل هذا خليكم بعدا اخوتي تنقلوا هادشي اللي عندكم في السبوره. على مولانا. على مولانا مع التمرين الثاني ان شاء الله ديالنا في لا فيديو ديالنا. التمرين اخوتي ما وصيتكم كما قلت لكم في الاول لا فيديو انه التمرين مهم جدا انك تفهموه، لانه شامل تقريبا الحاله ديال الباراليلوغرام، حاله متوازي الاضلاع اللي اغلبيه فيكم كيدوزوها ان شاء الله في الفرق. التمرين اخوتي بسيط، تقول لي عندنا واحد الاب سي دي ايتان باراليلوغرام، عندنا سي دي واحد الاب سي دي متوازي الاضلاع، عطينا اخوتي اربعه ديال النقاط، النقطه ام والنقطه ان والنقطه بي، كل نقطه اخوتي كتحل لي واحد باغولاسيون. مشيو اخوتي مع السؤال رقم واحد اللي قال لي فيه فقط مونتخي انه ام ان راه كتساوي 3 على 4 بي سي. هنا اخوتي باش نبين في حالة لي غولاسيون ان شاء الله نهار الفرد، انا مطالب فقط نسول راسي مين غادي ينطلق، قال لي هو خصك تنطلق من الام ان وتحاول بشي طريقه اللي توصل لهاد ليكسبريسيون اللي حداها لي هو 3 على 4 بيس. بيان سور اخوتي انا فين هما المعطيات ديال التمرين ديالي، هما هاد الاربعه هادو، من هاد الاربعه هادو ومن هاد الانطلاقه هادي خصني نوصل لهاد لاغولاسيون اللي عندي من هنا. يعني مين غنطلق؟ غنطلق الاول من هاد وغنقول ليه عندنا الام ان، لدينا ام ان، كيفاش غندير اخوتي نقز من هاد الام ان نوصل لهاد لاغولاسيون اللي هنا؟ بيان سور هنا كنرجع للمعطيات ديال التمرين، شنو هما النقاط اللي انا عندي؟ انا عندي هنا المتجه ا ام والمتجهه ا ام، سمع مزيان، هنا عندي الام ام وهنا عندي متجهه ا ام ومتجهه ا ام، ها هي الام وها هي الام، شنو هي النقطة اللي مزروعة وسط منهم؟ هي النقطة ا. كيما قلت لكم في الأول ديال لا فيديو كاين لا غولاسيون دو شارج اللي كتمكنني أنني نبقى نزرع أي نقطة أنا بغيت. بحال دابا أنا هنا عندي مثلا المتجهة ام ام وبغيت نزرع عليها ا، من حقي أنا غنزرع عليها أخوتي النقطة ا. إذا أنا شغنجي غنزرع ا ما بين الام وما بين الان، شنو غتولي لي هذه؟ غتولي لي هي ام ا زائد ا ان، إذا ما درت والو أخوتي راه غير زرعت ما بين الام والان زرعت واحد النقطة ا، لا غولاسيون دو شارج، لغيتها رديتها اخوتي فقط ام ا زائد الاي ان. السؤال ديالي دابا غنعوض فقط الام ا ولا ان؟ دابا شوف معايا عندي هنا الاي ان هي 3 على 4 ا بي، إلا بغيت أنا الام ا لاحظ قلبت هذه، نقول لكم إلا قلبتي هذه خصك تقلبتها هذه، إذا مادام أنا ما عنديش الاي ان، أنا عندي الام ا عندي المقلوب ديال هذه خصني نقلبتها هذه، شحال تولي لي أنا اخوتي؟ 3 على 4 بي ا، مثلا هنا عندي الاي ان، ها هي الاي ان عندي التعويض ديال هنا شحال هنا عاوتاني؟ زائد 3 على 4 ا سي. هنا اخوتي من وراها شنو ندير؟ كيبان لي هنا أنهم كانوا عملوا ب 3 على 4. إذا نعمل اخوتي ب 3 على 4 هنا، مع 3 على 4 هنا ونشوف شنو غيبقى لي. غتبقى لي في الاخر اخوتي شنو؟ 3 على 4 عامل، هنا بقات لي في الاخر فقط بي ا زائد اخوتي شنو؟ زائد هنا الاسي. من بعد اخوتي شنو ندير؟ ندير لا غولاسيون دو شارج المباشرة، هو انني نختاز لهنا الا مع الا، شنو غيبقى لي في الاخر؟ غتبقى لي فقط 3 على 4 بي سي، وانا اخوتي وصلت لا غولاسيون اللي بغا هو، هو انه الام ان كتساوي 3 على 4 بي سي. في السؤال الثاني قال لي بين انه الام ان كتساوي الابي. عرفتيني هذا السؤال هذا اخوتي تا هو غنستعمل فيه فقط غولاسيون بسيطة بزاف، ان
غتشوف مع راساتي شنو هو التعبير ديال ام ان وشنو هو التعبير ديال اب. بدا في الاول اخوتي بالتعبير ديال ام ان. لقينا انه ام ان هو 3 على 4 بي سي. دابا لاحظ معايا مزيان، الام ان هو 3 على 4 بي سي، هادشي اللي لقينا. شوف دابا مع راسي اخوتي شنو هي الابي. الابي هي 3 على 4 قدي طاحت بها الام ان بها الابي. كيفاش نبين ان هادو متساويين؟ ها هي 3 على 4، ها هي اخوتي 3 على 4. لاحظ لي فين كاين الاختلاف فقط، هذا عنده متجهه ادي وهذا عنده متجهه بي سي. يعني الا قدرت انا نبين انه المتجهه ادي كتساوي المتجهه بي سي، فرا كانني بينت انه ابي كتساوي الام ان. غنشوف مع راسي هذه المتجهه بي سي وهذه المتجهه ادي، ها هي بي سي ها هي الادي. شنو قلت لكم قبيله اخوتي؟ كل متجهتين متقابلتين تيكونوا ديما متقايستين. عندي مثلا هنا الادي راه كتساوي البي سي، راه هذا الشيء اللي غندير هنايا. نقول ليها انت راه عندي الام ان هي 3 على 4 بي سي والابي هي 3 على 4 ادي، وبما انه عندي باراليلوغرام راه بي سي راه كتساوي الادي، اذا الام ان راه كتساوي ليا ابي. انا غنمشي مع اخوتي دقه دقه ولي في الاول لدينا. اذا اخوتي راه قلت لك، قلت لي في الاول راه عندي انا الام ان هي 3 على 4 بي سي، اما الابي هي 3 على 4 ا. وبما انه عندي انا ا بي سي دي باراليلوغرام فراه اوتوماتيكمون البي سي راه كتساوي الادي. ومادام اخوتي البي سي كتساوي الادي فانه الام ان كيساوي ليا الابي. اذا نقول ليه ومنه راه الام ان راه كيساوي الابي، وهذا هو ليكسبريسيون اللي بغاو اخوتي همايا. احنا اخوتي وصلنا ليه ديريكتوم. نتمنى اخوتي يكون السؤال الاول والسؤال الثاني واضح لكم مزيان. انا اخذ سؤال في التمرين ديالنا ديال باراليلوغرام، وهذا السؤال قال لي بين انه ا ام زائد ا كتساوي الام. كما العاده غنشوف راسي من شخصي نطلق، خصني نطلق من هذه، نحاول نطلق من هذا التعبير هذا باش نوصل لهذا التعبير اللي هنا مع السؤال ثلاثه اخوتي. ندير اخوتي نبين هذا التعبير هذا كما قلنا في ديما، غنطلقوا من هذا ونحاول نوصل للتعبير اللي حدا من ليه. بدا في الاول اخوتي دقه دقه، ندير في الاول ام زائد هنا ابي ونعوض كل حاجه اخوتي بالاكسبرسيون ديالها. انا عندي هنا ام ان وهنا عندي تما كاينه ا. غنشوف اخوتي هذا الام هذا باش نعوضه ب 3 على 4 ابي، اما ذاك الابي غنعوضه ب 3 على 4 ادي. اذا نعوضوا في الاول اخوتي هذا الام ب 3 على 4 ابي زائد شنو اخوتي تما كاينه بالنسبه للابي، ها هي ابي عندي هي 3 على 4 ادي. نعمل اخوتي كالعاده ب 3 على 4 مع 3 على 4 كتكتب ليا فين فيهم بجوجهم، غيبقى عندي في الاخر فقط 3 على 4. ها هي اخوتي 3 على 4 عامل لي ابي زائد ادي. نسولكم عاوتاني اخوتي مره اخرى، حيت كندورو كنرجعوا لاهم حاجه هو انه عندنا حنا باراليلوغرام. هذه الفقره اخوتي دايره على الباراليلوغرام. اذا جمعت الابي مع الادي اش كيساوي ليا؟ اس. اذا جمعت اخوتي هذا الابي هذا مع هذا الادي شنو غيساوي ليا؟ اس. اذا هي 3 على 4 اس. اذا كنعرفوا شنو هي 3 على 4 اس، ها هي 3 على 4 اس راه هو الاي. اذا راه كتساوي فعلا الاي. اذا فعلا الا انطلقنا من ديك البديه، الا انطلقنا من هذيك التعبير اللي عطاو ليا في الاول اللي هو يا ام زائد ابي راه فعلا كتساوي ليا الام. كما قلت لكم راه غيكون تمرين شامل للباراليلوغرام، كاع دوك القواعد كنحتاجو حنا للباراليلوغرام، سواء الحاله ديال التساوي ديال المتجهات ديالو او الحاله ديال المجموع ديال جوج متجهات بالنسبه للباراليلوغرام، او جوج ديال الفقرات. الفقره الثالثه هي الفقره ديال كيفاش كنديرو كنتراسيو النقاط. الفقره الاخيره وهي الكولينيير ديال دو فيكتور، كيفاش كنبينو انه جوج متجهات راهم متوازيين. هاد الفقرات اخوتي اللي بقاو راهم ساهلين ما لكن قبل هذا اخوتي كما كنوصيكم ديما تنقلوا بعدا اخوتي هادشي اللي عندكم في السبوره مزيان وفيها بس تعاود التمرين مره اخرى. راه توجور تنوصيكم وتنعاود نوصيكم، راه ما كاينش اخوتي فرق بيناتنا، راه كنا ولا 9 شهور، راه الفرق فقط في المعاوده. راه قلت لكم ديما كنسميو التلميذ مجتهد، راه ما كنسميوش التلميذ ذكي، كنسميو التلميذ مجتهد يجتهد كيعاود التمارين كيعاود الامثله. وراه باقي اخوتي فيديو اللي غيكون خاص فقط بالفروض وبالتمارين اللي غنزيدو نخدمو فيه تمارين بزاف ديال الدرس ديالنا. حنا الهدف من الفيديو الاولاني ديما هو فقط نفهمو العلاقه، وباقي واحد الفيديو اخر اللي غيكون خاص فقط تمارين وتطبيقات وامتحانات. اذا بداو علمونا انا اخوتي مع الفقره الثالثه ديالنا، ولكن قبل هذا نخليكم اخوتي تنقلوا هذا الشيء اللي عندكم في السبور. اعلى مولانا. اختي نبداو علمونا مع اخر فقره عندنا في الدرس ديالنا، مع اخر تمرين اللي عندنا في الدرس ديالنا. كيفاش نرسم اختي واحد النقطه؟ طريقه ديال الرسم ديال النقاط راه ساهله بزاف. غناخذ اختي واحد المثال بسيط، ناخذ مثلا واحد تريونغل مثلا ا بي سي. الا خدينا مثلا هذا التريونغل هذا اخوتي كما قلنا ا بي سي، غنتعلم من خلال ديالو كيفاش نرسم انا اي نقطه كما كان. شوف معايا مثلا اول نقطه، الا قلت لك مثلا اجي رسم لي مثلا هذه النقطه هذه مثلا نقطه ك، بحيث انه مثلا ا ك تساوي مثلا 1 على 3 مثلا ا سي. هنا نوصيكم على واحد اللعيبه اللي تبقى تخليك ديما انك تجيب ديك الرسم ديال النقطه الصحيح. ديما فكر بهذا المنطق هذا، الاخر لتحت الفوق، ديما شوف في الاخر، شوف لتحت وشوف الفوق. مثلا اخوتي في هذه الحاله باغي نرسم مثلا انا النقطه ك، غنشوف فقط في الاخر شنو هو اسي، غنشوف لتحت شحال 3 عاد نشوف الفوق اللي عندي 1. غنمشي في الاول المتجهه اسي، ها هي اسي في هذا الاتجاه هذا، الاخر ها هو اسي في هذا الاتجاه هذا. شوف لتحت 3 يعني قسمها على 3، هذا الطرف الاول، هذا الطرف الثاني، هذا الطرف الثالث. شحال ناخذ اخوتي من طرف؟ ناخذ فقط طرف واحد، وغنسمي هذه فقط النقطه ك، وغنقول انه ديك الساعه الاك كتساوي 1 على 3 مثلا اسي. جربوا مثلا اخوتي واحد المثال اخر، ناخذ مثلا النقطه الثانيه اللي هي النقطه مثلا
ال نقطه مثلا ال كتساوي مثلا 3 على 4 ا بي مثلا نفس القاعده قبيله. ديما اخوتي كنشوفوا في الاخر لتحت الفوق، مثلا غنبداو بالاخر اللي هو ا بي، ها هو ا بي في هذا الاتجاه هذا، غنقسمه اخوتي على 4. اذا هنا اخوتي قسمته على 4، 1 2 3 4، وغناخذ فقط 3 ديال الطروفه. غناخذ الطرف الاول في الاتجاه ديال ا بي، ديما كنشوف في الاخر لتحت الفوق الاتجاه ديال ا بي، ناخذ 3 ديال الطروفه، الطرف الاول الطرف الثاني الطرف الثالث. اذا هذه هي النقطه ال. شوف اخوتي مثلا فحال هذه تقدر تكون مثلا عندي مثلا واحد النقطه مثلا ان، بحيث انه مثلا ا ان، او ناخذ مثلا هذه النقطه نديرو مثلا هنا مثلا بي ان تساوي مثلا 3 على 2 مثلا بي سي. شوف ديما نفس القاعده، ما عمرك تبقى تغلط في هذه القضيه ديال الراس. الا بغيتي ترسم مثلا هذا بي ان نقطه ان 3 على 2 بي سي، ديما الاخر لتحت الفوق، الاخر لتحت الفوق، الاخر هو بي سي. اذا هذا هو بي سي في هذا الاتجاه هذا. ثاني حاجه شوف لتحت مو فقط على 2، لكن لاحظ خذ 3 ديال الطروفه، غناخذ الطرف الاول غناخذ الطرف الثاني وغنعاودو ناخذ عاوتاني الطرف الثالث، يعني غناخذها في هذا الاتجاه هذا بالمسطره بيان سي اخوتي، عبرو غادي نسميو هذه النقطه. اذا بالنسبه للرسم ديال النقاط عمري غنبقى نغلط فيه الا بقيت ديما كنفكر بداك المنطق ديال الاخر لتحت فوق. الفقره اخوتي الاخيره هي الفقره الرابعه اللي كدوي ليا على كيفاش نهضر على انه دو فيكتور كولينيير، كيفاش نقول على انه متجهتين تيكون عندهم نفس الاتجاه نفس لا ديريكسيون تنقول عليهم على انهم كولينيير. قاعده بسيطه اخويا، الا عندي مثلا واحد المتجه مثلا ا كا ولا مثلا متجه مثلا ا بي كتساوي واحد بيتا كا ا سي. لحظه انت شحال من نقطه عندك هنا؟ عندك واحد جوج ثلاثه، عندك فقط ثلاثه ديال النقط كتجمعهم هذه العلاقه هذه ا بي كتساوي واحد بيتا كا ا سي. واخا الا كانت عندي ا بي كتساوي تابيتا ا سي، هذا اوتوماتيك يقودني انني نقول انه ا و بي و سي هاد النقاط بثلاثه راهم مالهم؟ راهم سون اليني. ولكن ركز لي على هاد القضيه هذه، بغيت ناكد لك عليها بزاف، وانه هو عندي فقط ثلاثه ديال النقاط. ساعتها نقول انهم دوك ثلاثه النقاط راهم سون اليني. في حين اذا كانت عندي مثلا هكا انه واحد المتجه ا بي تساوي مثلا واحد بيتا كا، واحد المتجه مثلا سي دي، ها انت لاحظ ديك الساعه تنقول على انه المتجه ا بي والمتجه سي دي راه عندهم نفس الاتجاه او لا نفس لا ديريكسيون، كنقول على انهم اوتوماتيكمون انه ا بي اي سي دي سون كولينيير، يعني راهم متوازيين. نقدروا نقولوا كولينيير، نقدروا نقولوا متوازيين، يعني راه بيناتهم واحد التوازي. مثلا المتجه مثلا ا بي هكا راه موازي مع المتجه الاخرى، ولا يقدر يكون مثلا متوازيين متوازيين مثلا بالعكس. هنا اخوتي راه غتلقاو تحت في لا ديسكريبسيون كما كيبان لكم هذا البي دي اف. هذا البي دي اف هذا زوين، علاش؟ كاين ملخص ديال الدرس كامل على شكل علاقات فقط، ملخص زوين للدرس ديالكم اللي باغي يراجع الفرد ديالو مزيان. هذا الملخص هذا زوين، هذا الملخص مع هذه السلسله اللي صحينا اخوتي في لا فيديو كامل غيخليك انك تشرب الدرس 100%. غادي نختموا اخوتي مع اخر تمرين في لا فيديو ديالنا اللي عندنا اخوتي واحد تريونغل ا بي سي. عندنا ال ا دي كتساوي 3 على 2 ا بي، والدي او كتساوي 3 على 2 بي سي. مع عندي السؤال الاولاني قال لي بين انه ا او كتساوي 3 على 2 ا سي. هذا النوع اخوتي ديال التمارين راه دربنا عليهم دابا نيت في لا فيديو مزيان. غنبداو على مولانا مع السؤال رقم 1. هنا غنسولك اخوتي واحد السؤال بسيط، غنقول لك شنو قال لك هنا بين انه ا او كتساوي 3 على 2 ا سي. مادام قال لي اخوتي ا او كتساوي 3 على 2 ا سي، يعني خصني ننطلق من هذا ونحاول نوصل لهذا. نبدا في الاول اخوتي بالمتجه ديالنا اللي هي ا او. نسولك واحد السؤال، هنا المعطيات ديال التمرين شنو عندنا فيهم؟ عندنا فيهم ا دي، عندنا فيهم دي او. ا دي دي او، اذا شنو هي النقطه اللي انا غنزرعها باش نوصل لهذا التعبير هذا؟ هي دي. غنجي هنا ونزرع النقطه دي ديما بالعلاقه ديال الشال. ديما نزرع اخوتي هنا دي وندير هنا ا دي زائد مثلا دي او. نعاود اخوتي هاد ا دي بالتعبير ديالها راه هي 3 على 2 ا بي زائد 3 على 2 اخوتي هنا كالعاده بي سي. اذا شنو من بعد اخوتي شنو ممكن ندير؟ ممكن من بعد نعمل بهذا 3 على 2 مع 3 على 2 كما كنا كنديروا في الفيديو كاملين. نديروا هنا 3 على 2 غتبقى لي اخوتي تما، غتبقى لي في الاخر هنا ا بي زائد هنا مثلا بي سي. نسولك واحد السؤال بسيط، اذا درتي علاقه شال هاد ا بي زائد بي سي راه غتمشي لنا اخوتي كالعاده بي مع البي، شنو غتبقى لي تما؟ غتبقى لي هنا ديريكتومون 3 على 2 ا سي. وهذا الشيء كاين عندي اخوتي، اذا ا او راه كتساوي 3 على 2 ا سي. هنا واحد السؤال قال لي ماذا تستنتج بالنسبه للنقط ا و او؟ كما قلنا الا عندي اخوتي ا بي كتساوي تابيتا ا سي، اولا مثلا ا او كتساوي تابيتا ا سي، لاحظ واحد جوج ثلاثه، ثلاثه ديال النقاط كيجمعهم ليا على شكل متجه. شنو غنستنتجو ديك الساعه؟ غنستنتجو فقط بانه النقط ال ا وال او والسي راهم سون اليني، بانهم نقاط مستقيمه. خوتي هذا لا فيديو هذا لاحظوا كان فيديو شامل الدرس من الاول حتى الاخر، في فقط الفقرات ديال الدرس ديال كاملين مع تطبيقات في تمارين لكل فقره على حده. بدات معكم تطبيق ديال كل فقره بشويه وعلى شكل تمارين فقط باش يجيك تمرين فيديو واحد جامع لك فيه الشرح والتمارين. لكن باقي واحد فيديو اخر اللي يكون فيه التصحيح ديال الفرض وديال التمارين ديال هذا الدرس هذا اللي غيخليني نزيد نفهم الدرس ديالي مزيان. ولكن اخوتي ديما تنوصيكم وتنعاود نوصيكم، راه ما كاينش فرق بيناتنا، راه كلنا ولاد 9 شهور. ديجا فاش تفهم الفرض مزيان وتفهم دوك التمارين مزيان غتجيب عاوتاني ديك السلسله اللي هي على شكل التمارين ماخوذين من الفروض، وغتحاول تعاود دير محاوله مع التمارين. ولكن راس اي تمرين ما فهمتيش اخوتي غتحاول تشوف ديك الفقره في الفيديو اللي كتشرحو وتحاول ثاني تتبع التصحيح شويه. غتنقول عاوتاني راه ما كاينش فرق بيناتنا، راه كلنا ولاد 9 شهور اخوتي، راه عندنا نفس الفهم، راه الفرق ما بين التلميذ والتلميذ راه هو في
كلمه المعاوده. كاين واحد النوع التمرين اللي يقدر يعاود التمرين حتى 100 مره ما عندوش مشكل ما كيتفكش. المهم هو يفهم داك التمرين. نعاود لا فيديو مره جوج ثلاثه تنفهموا مزيان. انا داير بينات عينيا بانه الفرض قرب وبلي خصني نجيب نقطه ضروري في الدوره الاولى باش الدوره الثانيه ان شاء الله السنكيه ما عندي لا امتحان وطني لا جهوي. خصني غير في الدوره الاولى نجيب نقطه مزيانه باش في الدوره الثانيه نبقى مرتاح انا ومن غير انني ديما تنقول لكم في الفيديو عاد السنكيه هذا راه هو لا باز ديالك في السنوات الماجين كامل. لا تبازيت انا في السنكيه مزيان في المواد العلميه وانا تلميذ علمي في السنوات الماجين راه ما غيبقاش عندي مشكل. غنولي اي تمرين اي ماده علميه ما غنبقاش نلقى فيها حتى شي مشكل. نقول لكم راه من السنكيه تبدا الحلم ديالكم. كتبداو من السنكيه دير واحد الخطه لواحد المدرسه ولا واحد الخدمه كتبدا من دابا ترسم ليها ومن دابا كتوجد ليها من السنكيه وانت داير بينات عينك بانه من وراء الثاني بكالوريا ان شاء الله انا باغي مثلا هذه الخدمه هذه ولا باغي مثلا هذه البلاصه هذه ولا باغي مثلا هذه المدرسه هذه ولا باغي مثلا التخصص هذا. من هذا العام هذا كتبداو توجدوا لي ومن دابا انا كنحاول نبازي راسي من دابا كنحاول نعتمد على المعاوده والتطبيقات والتمارين. كنصبر راسي ديما اخوتي كنقولها لكم بالفرحه الوالديه بيا في الاخر ديال السنه. نقول لكم كي ديما لما درتي شي على ودي ولا ودك دير على وجه والديك راه كيتسناوك انك تحقق شي حاجه في الحياه ديالك. هادشي كاع اخوتي بالنسبه لهذا الفيديو. الله يسهل عليكم يا ربي والله يوفقكم اخوتي. تفرحوا راسكم تفرحوا والديكم ان شاء الله بديك النقطه اللي كتحلموا بها. بعد اخوتي ليان ديال الانستغرام ديالي غتلقاو تحت الديسكريبسيون. الى عندك اي سؤال تواصل معايا تما كاين ان شاء الله راه غنجاوبك عليه. والسلسله ديال التمارين اللي صحينا اخوتي راه غتلقاوها هي تحت في الديسكريبسيون مع الملخص. معكم دريس دوت كوم. ما تنساش خليك ايجابي خليك مقاتل على الحلم ديالك. ونحن جيل لا يرضى الا بالقمه. تهلاو ليا في راسكم اخوتي. ما تنساوش الشعار ديالنا اخوتي كل شيء ياتي بالامل الا النجاح ياتي بالعمل. تهلاو ليا في راسكم اخوتي.